أنا أقول كل عبد يرفع يدينا إلى الله سبحانه وتعالى ترى ما تدري وش اللي الله يرسل لك. صحيح. ما تدري يكفي من رفعة يدينك للدعاء الطمأنينة هذه. ترى بعض الأحيان يكون الطمأنينة والسكينة اللي في قلبك أنت تحتاجها أكثر من الدعاء. يسلام. يكون إنسان مشتت ذهنياً، مشتت بسبب مشكلة، مشتت بسبب أبناء، مشتت بسبب مادة مالية، فيقوم يرفع يدينه فيرزقه الله طمأنينة وصبر يجد حلاوته أكثر من الدعاء. الله أكبر. ثم للدعاء مواضع كما ذكر الشيخ. أنا دائما أضرب هذا المثال، أقول تخيل أن الإنسان يسأل الله في مسألة والله يعلم أن هذه المسألة راح تضره، فالله يبدل أن يستجيب هذا الدعاء بأن يرد عنك مصيبة، ولا الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة العبد يقول ليش ربي ما استجاب لي، وما يعلم العبد أن يوم القيامة هو بأمس الحاجة لحسنة وحده. فيأتي العبد يوم القيامة وهو ينظر إلى حاله اللي هو مهلك العبد فإذا بحسنات، فيسأل من وين هذه الحسنات؟ قال هذا دعاء ادخرناه.